شكرا لك يا مسعود، نتمنى لك التوفيق في المهنه. والسلام عليكم. دكتور مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله إبراهيم لجوان من بركة الشاطي، منسق هذا الملتقى، وهذا الملتقى الثالث الذي تم في منطقة غات، وكان قبله خمس ملتقيات. الأول كان في أوباري، والثاني كان في الشاطي، والثالث كان في هون في سمنو، والرابع كان في هون، والخامس كان في ترينيت، وهذا الملتقى السادس. ونشكر الأخوة في غادة على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، ومشكورين ومشكور. الملتقى هذا كان بفكرة الشخصين، والفضل يرجع لهم في تكوين هذا الملتقى. مدرجة تحت أهداف وماهية هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. تحية طيبة لكم عبر هذا اللقاء والملتقى الذي جمع الأحبة من الدارسين بجامعة سبها، والذين أصروا أنهم يلتقوا هذا العام في بلدية غات من أجل التعارف واستمرار لقاءاتنا في إطار تبادل المعلومات والتعارف، أيضا للاستمرار لحاق الأجيال الجديدة، خاصة وأن كل عام تتمدد سنة أخرى، وهذا اللقاء هو تبادل لأفكار وآراء ومقترحات قد تخدم مصلحة البلاد. وهذا النتاج كان نتاج لقائنا في هذه السنة في بلدية غات، وكان في اجتماعات أخرى قبل تقريبا ست ملتقيات، وهذه الملتقيات الهدف منها أن تجمع خريجي جامعة سبها على مائدة واحدة وفي لقاء مفتوح من أجل تبادل وجهات النظر. وهذا العام الحقيقة بمناسبة عقد لقائهم في غات نتج عنه ضرورة إخراج نتائج أو ملاحظات أو آراء وأفكار أو خطط تستفيد منها الدولة في تقديم الخدمة للمواطن من خلال عصر أفكار خريجي جامعة سبها بمختلف تخصصاتهم، من أجل الاستفادة منهم. ولقاء كان طيب ومثمر من مختلف أنحاء ليبيا، ونتمنى أن يستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الملتقيات هي الغرض منها الاجتماعي بحت، يعني ان الطلاب يتذكروا المرحله اللي كانوا فيها في هذه تلك الفتره، فتره الدراسه الجامعيه. منهم من تخرج من الجامعه، ومنهم من تخرج من الجامعه الثانيه، ومنهم من لم يحالفوا الحظ في التخرج. ولكن كاسره واحده اجتماعيه درست في الجامعه، وجزء كبير منهم كان في الاقسام الداخليه، وكان يشمل الملتقى جميع الطلاب من طبرق شرقا إلى رأس الجزيرة غربا إلى غات والكفرة جنوبا، مع وجود طلاب غير ليبيين طبعا من الساحات العربية والأفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.